السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الطلاب في كلام كولج. نأخذ اليوم درسا يتحدث عن مقابلة الطبيب. كيف بإمكانك إذا قابلت طبيبا تخبر ماذا تشعر، ما هي الآلام التي تحسها؟ العنوان مقابلة الطبيب. هناك 10 بوحوك كان ذا يبانتا وحوية لكولانكا نخترك سيدخذ وشي كرتا وحقا سيحرونيسا لابور البندريمية عروشة يحرونيسا نخترك سيد وشي كرتا ما كان خطرك عرب كسيد الله هذي كرتا انت لو مو ميزات فهمت سيد هاد بوك كومنتي سي فوت ايد فهم كرتا وضو قران كرتا وحا هادو شي قسيد مقابلة ولا كورا كا الطبيبي نخطرك ما كان خطرك بس صور فريست عرب كا سؤال بوك وبلا 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 بما تشعر مع دريميسا بما محيبا تشعر مع دريميسا ما كان معاد شي قسا بهي دريميسا شي قسا اشعر وحن دريميا بأنا من حنون شديد ادو فربضان في بطني على الشيطة عروشي أدي حرميسة وهنا نخطيك بسؤال بسؤالك ويديني أحبوب على يا مركز هل مياه عندك المياه اللي هذا صداع هذا حرون أو مساء مياه اللي هذا التهاب اللاب أولف الحلق دومتا انت اللاب تير دومتا ميكو ولا شيء التهاب الحلق اللاب أولف المياه حاكا درينتا بقى سوكر لا مي عندي وحن إهياء دريمي يويري إسهال عروشي حوقي سعوتا ويري عروش في حرونة سا حقنا ويسع تبويري عندي إسهال ما نختارك الحكومة المركز يجب حكومة تشبع عليك هذه الراحة إلى الناس وتناول أدو عمتد هذه الأدوية الدوائية الدوائية أنه قريب وضعوني ساو كويري مركز أنكو علنية بما تشعر مع دريمي سا أشعر روحا دريمي بألم حانون شديد فربضا في بطني عروش هيدا مركز سؤال بويدي نختارك سؤال ويدينية معكو إلى هذه هل عندك مياه الله يضحي صداع مضحنون أو مساء التهام مياه الله يضحي اللي بقول الحلق اللي بطعين اللي هو تمي يقول أشياء لا مي عندي وحان إلي يقول إسهال على شيء سوى تقولي وكان أختلف حكوير عليك وحكو يجب عليك وحكو واتشبة الراحة إلى النستد وتناول أدعنتين هذه الأدوية دوين ككل وهي هي يبقى بالقفة وحنون يطبرك اختارك سوو شيغي تونا دبركا يو خانونايو مو اختار غراد بما تشعر مع دريميسا وحوانس وحوان كرتا اشعر بألم شديد في طهري ام عندي الم طهر دبركا حنوايا وي سؤال بك ويديك اختار بك سؤال تون كويدين كرا و كودان كرا يو كلا هل عندك صداع مد حنون يا ليدي بياض ليدهي لو حنون هل تحس الام في الرجول امم يا ليدهي لا مي عندي ألم طهر يجب عليك الراحة وتناول هذه الأدوية دويك روكسينية مرحي قول بقومي يسمى وشيغي سيد اخترك المعوان خطا بما تشعر مع دريميسا أشعر بألم شديد وهل حرمك دريمية في طهري أبركيغا في يديك عن تيدا عندي صداع سصر وشيغي كرتا مربع طمرا نهضبا مقابلة الطبيب لكونا كان اخترك بما تشعر مع دريميسا أشعر واحد دريمية بألم شديد في بطني عروش أو حرم بدريمية هل عندك صداع من الحنون ما الله يضحي أو مساء التهاب الحلق دون أول الأنباء الله من الله يضحي هل عندك مياه لا مي عندي وحي هيا إسهال شبا يجب عليك وحدي هو يجب الراحة إلى النستين وتناول هذه الأدوية الدوائية كك مرقا معين عشرة كيف هني سيد اختار له كل مكرتا عربة وأدوشي كرتا هل كبرك وحنون إيسا ويدو تصالين وقلين انه تصالوا ومحي وهذا الشيء طبعا انا دكتور تقية وحن كعبان ايه ومحي وحن كعبان ايه وحن يرد ريما يوكرا تصالحان تصالحان وكرا وحن دريما يوكرا قاس تريما كعبان ايه وحن اختر كمانو تقية حكوانية بل قاس تريما اللي قاس مشيكة دوانية انت دون طلع بدلعب اللي اختر كمانو تقية امك عربك ويصور فريسا نمعي يقول هذي بما تشعر عاد ريميزا وحوانية عندي التهاب على الحلق انت اللابت يورشا هل عندك آلام البطن؟ هل عندك ألم في البطن أو الحنون مياه الليضة أو إسهال؟ مي أو عند هل عندك إمساك مياه الليضة؟ سؤال يوديني ما كان سؤالهم ونختارهم يوديني بقولك بس عشان وح باريا دود وكسيني على عمدك يوديني وح قانية بقتل لابتي حنون إذا عروش ميكو تاجنتي وح قانية هل عندك إمساك ميكو صعطة عروش هل عندك إسهال؟ ما الحنون مياه الليضة هل عندك صداع؟ سؤالها من كحاي مية ذا كتشوف تقول قرنين من كامل كجو أميو
انت يا كويسين وش قلت ايضا نسان لامي عندي الام الحلق عفوا التهاب الحلق واحد لي هي لا بحرون لا قرن دوك سنيه قبو عليا تناول هذه الادويه وخذ راحه دوين كنعون راحنا يرى النصر وقبل انت اصلا صراحه عادي وقرن يا طب بما تشعر عندي التهاب في الحلق هل عندك صداع لا فقط عندي التهاب الحلق حينما اكل الطعام وبعد الطهر احس التهاب الحلق حسنا يجب عليك هذه الادويه لتعالج منك التهاب الحلق ويجب عليك شرب الكثير من الماء هيا طبعا ارضك صوبك الطاوليه مو في سنه طاوليه برسو صوتي ادي اقول اختي متفي او سؤال شاك تشوبيه بما تشرب مع دريميسا بروحي دريميسا الشيك او راح تراد هكا هكا صيحه موسى برسو شيك كومنت تقول ولا سوي داك لبس ورد بسوق ريسا بما تشرب مع دريميسا وحي دريميسا نسو شيك هذه هي دلما سنتين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.